عشان كاس العالم طز فيكم في كاس العالم. بقول لكل المصريين في قطر، كل مباريات السنغال تحضروها وتردوا باعتبار محمد صلاح مع ساديو زفت التين ده، كل المصريين يروحوا. إعادة مباراة مصر والسنغال، خبير لوائح رياضي يكشف ما سيحدث في ملف مصر. قانون سعودي عبر لايف الوطن، إذا تعرض لاعبي مصر للخطر في السنغال يعاد اللقاء. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. إعادة مباراة مصر والسنغال، خبير لوائح رياضي يكشف ماذا سيحدث في ملف مصر. تقدم اتحاد الكرة بشكوى جديدة للفيفا عن مباراة مصر والسنغال التي انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم. وكشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الشكوى الجديدة تستند على المادة رقم 83 من قانون العقوبات في الاتحاد الأفريقي، وهي مادة تتضمن بند صريحا بأن الأحداث الجماهيرية التي تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر تؤدي إلى إعادة المباراة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. من ناحيته استبعد خبير اللوائح الرياضية نصر عزام إعادة مباراة مصر والسنغال، متوقعا أن يتم فرض عقوبات أخرى على السنغال مثل الغرامة المالية وحرمانه من الجماهير عددا من المباريات. وأضاف عزام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج لبريمو أن عقوبة تسليط الليزر على اللاعبين عقوبتها غرامة مالية أو اللعب بدون جمهور. وتقدمت مصر بملف لإعادة مباراة مصر والسنغال بسبب أحداث الشغب الجماهيرية، حيث قامت الجماهير السنغالية بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء والتعدي على الجماهير المصرية أثناء وخارج المباراة، واستباب للاعبي الفراعنة خاصة محمد صلاح واستخدام أجهزة الليزر طوال المباراة. قانون سعودي عبر لايف الوطن، إذا تعرض لاعبي مصر للخطر في السنغال يعاد اللقاء. كشف المستشار القانوني السعودي يعقوب المطير الحاصل على درجتين ماجستير في القانون والقانون الرياضي الدولي، عضو نقابة المحامين الدوليين، عن الأسباب التي قد تؤدي إلى إعادة مباراة مصر والسنغال بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب عبدالله وود من قبل الجماهير وسود ترينجا. وقال المطير خلال حديث الهاتفي عبر رايف الوطن، إعادة المباراة تتعلق بسوء سلوك الجماهير، وهي مادة من مواد لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعتمد على حجم المخالفة. إذا كانت المخالفة أدت إلى تعرض اللاعبين إلى خطر وعدم استمرار المباراة وتوقفها، وهنا يجب إعادتها. وتابع المستشار القانوني، لكن إن كان السلوك لم يرتقي إلى خطر على اللاعبين بكل تأكيد سيتم اللجوء للعقوبة فقط لا غير. هنا في هذه الحالة لن تعاد المباراة، لكن تقرير المباراة لابد من كتابة تصرفات الجماهير به من أجل اتخاذ قرار صارم ضد الاتحاد والمنتخب السنغاليين. وتطرق يعقوب لمتر الحديث عن مباراة الجزائر والكاميرون بعد مطالبة محاربي الصحراء بإعادة اللقاء من جديد بسبب الأخطاء الجسيمة من قبل الحكم الجامبي بكاري جاسامة، قائلا مباراة الجزائر والكاميرون لن تعاد من جديد، تعاد المباراة حينما يحدث خطأ فنيا وعدم تطبيق قانون من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فهنا الأمر منتهي، لن تعاد بسبب أخطاء خلال 120 دقيقة نهائيا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، هل يتم إعادة مباراة مصر والسنغال فعلا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.